مصالح درك الوطني بالجلفة من حجز أكثر من 3500 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام بغابة المجابرة الواقعة جنوب مدينة الجلفة بعد تلقي معلومات تفيد بوجود خمور تباع بطريقة غير قانونية، ليتم وضع خطة أفضل لتوقيف شاحنة مموهة بأدوات كهرومنزلية عثر بداخلها على الكميات المذكورة، أين تم توقيف سائق الشاحنة وتم تحويله للجهات القضائية. ميكروفون رين عمارة. تبعا لمعلومات حصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمجبرة، مفادها ترويج مشروبات كحولية بطريقة تدليسية وغير مشروعة بإقليم بلدية الجلفة، أين تم استغلال المعلومة ووضع تشكيل أمني محكم مكن من حجز أكثر من 3500 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام. كانت على متن شاحنة نوع إيفيكو على مستوى الطريق الوطني رقم 46، أين تم حجز السلعة وتوقيف السائق المتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية المختلفة.